اجداء سكري، نركز على 3 نقاط لكل مريض. طبعا بنوضح له اياهم: تغيير نمط الحياه، الحميه، شو الاكل لازم ياكله، شو الاكل لازم يمتنع عنه. طبعا بنركز على موضوع المشي يوميا نصف ساعه، بحسن كثير من مريض السكري ومن ارقام السكر عنده، بالاضافه لتعديل الادويه اللي عم ياخذها المريض بناء على ارقام السكر اللي نحن عم تطلع معنا بالنسبه للمتابعات الروتينيه. أنا معي سكر من حوالي 10 سنوات، يعني قبل كنت يرتفع معي السكر زيادة يعني تعرض لأعراض توجع كثير، صار لي فترة أنا براجع مشفى أطمي الخيري عيادة الغدد الصم، والدكتور بيقدم لي نصائح الحمد لله، وباخذ دواء وبيعمل لي تحاليل بشكل دائم بشكل دوري، وأموري الحمد لله جيدة جدا الحمد لله، وسكري ما عم بيرتفع والأمور تمام.